مي حاجة دارها مليحة، الطيارة، البابور، لي زافوكا. وين تلقي انت رئيس دولة بيدن هذاك ما دارهاش ويدير لك لي زافوكا؟ كش ما كان يصير لك مشكلة في البلاد هذيك يبعث لك لافوكا وشين. انا نحب يحب ولادو ويحب بلادو. هذه الاجراءات حاجه مليحه، لان مؤخرا عاود تولى الراسيزم يعني للجاليه الجزائريه اللي مقيمه في الخارج اللي ما عندهاش اللي يحمي عليها. اذا كانت الجزائر عندها دبلوماسيه كبيره لازم حتى الجاليه، باسكو هم الجزائريين اللي راهم في الغربه لازم لهم انسان يضرب عليهم، لانهم عندهم حق المعيشه، عندهم حق ان كما يقولوا حتى يعني الانتماء تما لما لا. دونك كاين اللي راهم خدامين، كاين احنا شفنا لي ديرني طون عاودت ولات حساسيه لو راسيزم هذاك اللي كيما يقولوا واحد كيكون في الخارج لو كان ما تكونش الدبلوماسيه تاعك صحيحه وعندك لي زافوكا ولا عندك يعني كيما يقولوا قضاة اللي يحموك يقدروا حتى يعني فريمون يشوهوا النظره تاعك ويشوهوا حتى الاسم تاعك.